أوقاتكم هالبطالة أكثر من 1,500,000 شاب ينتظرون العمل. السكن، هل ستنشر القوائم في الجرائد؟ جماعة من المهربين يلقى عليها القبض، كانت معهم أكثر من 500,000 دينار من البضاعة. اقتصاد السوق على الأبواب، الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تنخفض. المواطن يشتكي من فراغ القفة، إضراب عام يشل البلاد احتجاجا لغلاء المعيشة. الانتخابات المنتظرة تؤجل إلى وقت لاحق.